أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتولي منصب وزير النقل وترقيته لرتبة فريق. جاء ذلك ضمن مداخلة للرئيس خلال حضوره للندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة. ومن جانبه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على تعيين الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين. وأتمنى دكتور علي عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير في منصبه. انتوا ما تعرفوش يعني انا بدي للمرفق ده واحد من احسن ضباط الجيش. انا والله بكلمكم بجد، وهم في الجيش عارفين كده، يعني هم عارفين في الجيش هو بيعمل ايه. لكن انا قلت يعني رغم ان هو حجم الجهد اللي بيتعمل لصالح المشروعات القومية اللي بتتعمل في الدولة أكثر من هائل، ضخم 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 جدا. بالمناسبة يا كامل، اسمح لي ان انا رأيك لرتبة الفريق. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى الأمهات المثاليات والأباء. جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. وأضاف السيسي أن الشهداء يدفعون ثمن لا يمكن تعويضه أبداً.